عايزة تقولي حاجة. لا، هو انا ممكن اسالك سؤال؟ طبعا. هو انت وداليا في بينكم مشاكل او متخانقين او حاجه؟ دي انت مش حاسة ان ده سؤال شخصي بزيادة؟ اه سوري، ما قصدتش بجد، انا اسفه. انت طيبة بجد يا خديجة؟ انت قصدك ان انا عبيطه صح؟ لا ايوه، انت قصدك ان انا ما بفهمش. لا مش قصدي. طب والله بقى ما عايز اعرف اي حاجه منك على فكره. لا مش قصدي والله، يعني انا دخلتك بيتي ورايح دلوقتي اوديكي بيت اهلي، مش هرد على سؤال زي ده مثلا. بجد؟ ليه كسرتني الكسفه دي؟ كنت بهرج معاكي. انت بتصدق ان انت دمك تقيل؟ او والله يا رب تشوف ما تطلعش زيك. واقول لك على حاجه تانية، انا مش عايز اعرف اصلا اي حاجه عنك. طب انا عايز اقول. طيب قول. بص يا ستي، انا وداليا في بيننا مشاكل كبيره قوي لدرجه انها عايزانا ننفصل. بس داليا بتحبك قوي. انت عرفت ازاي؟ يعني انا بنته واكيد بحس بيها. بتحبك بجد؟ وانا كمان بحبها قوي. طب هي ليه مش عايزاكوا تكملوا مع بعض؟ هي فاكره ان انا بحب واحده تانية. انت بتحب واحده تانية؟ يعني مش بالظبط. هو انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ مفيش حاجه اسمها كده في الحاجات دي خالص على فكره. لا 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 في، بس انت لما تكبري شويه هتعرفي. لا يعني هو الطبيعي انت بتكون مع حد بتحبه وهو بيحبك، اكيد مش تحب حد تاني في نفس الوقت. يعني حمزه، انت عندك delusional disorder. يعني ايه دي؟ اصلا ممكن تمشي كذا حاجه. سهل، خش جوجل ترانسليت وعرفها، سهله قوي. يعني مضطرب نفسيا صح؟ مش مضطرب نفسيا؟ عندي استهتار عاطفي عميق. عليك استهتار عاطفي، انت مش بالعمق ده. حيوان؟ طيب يعني حيوان. لا طبعا. امال يعني ايه؟ طب قولي، انا عايز اسمع. لا مش هقول. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.